الفترة كانت كل شوي الإدارة المدنية تيجي معها الشرطة يجوا على المكان إنه يحكوا لنا لا إنه هاي رح تنهدم، حتى لو معنا قرار بعدم الهدم كانوا يجوا يضايقونا، حتى إذا صورناهم يتضايقوا ويبلشوا يرفعوا السلاح علينا وهيك. مش رح نهدوها إن شاء الله، لو هدوها نضل قاعدين برا وندرس، لو في خيام نضل ندرس، إذا بيطلعنا على كفر ملك نطلع ماشي على كفر ملك، والمستوطنين هدمونا يضربوا علينا حجار وقنابل هيك.